كل ما ذكرت عنيزة سبحان الله يتبادر للذهن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، كونه علم من أعلام هذه الأمة. نعم. والشيخ ابن سعدي قبل ذلك. نعم. أنا طبعا الشيخ محمد، وأنا كتبت عنه رحمه الله، أنا شرفت بشين، درسني بالمعدن العلمي ما شاء الله، وكان بيت والدي بجانب جامع الشيخ محمد، وكنا نلتقي به في كل صلاة، وكان يمر من عندنا. وأذكر يعني أعطاني جائزة، والله أنا من أغلى الجوائز اللي مرت علي، كنا في درس التفسير، وكان جواب شرط بحد الآيات محذوف، وفقنا أجبت عليه وأثنى علي، وبكرة أتى لي بقلم عادي، لكني فرحت به كثيرا. وكنا نذاكر بالجامع، وكان الشيخ يمر من عندنا، وكان طيب النفس ولا نخجل منه، نقول عادي، نقول للشيخ يمر من عندنا يا شيخ لا صعب علينا مادة التفسير، قال ذاكر يكون خير، ذاكر يكون يا أبو عبد الله، قال بمزح معي. فكان لطيف يعني، ولي مواقف مع الله الله يرحمه كثير يعني، كنت أزوره أيضا يعني، موقف بعد له أثر على مسار الكتابي. عندما بدأت أكتب بعض المقالات في ذاك الوقت، وكنت ذاك الوقت في المعهد العلمي بعنيزة، ذهبت أنا والدي له في المحراب، وقال والدي له حمد يكتب بعض الكتابات، وش توجه يا شيخ؟ لأن كان هو شيخ المدينة، كانت أختي رحمه الله تسميه سراج عنيزة، إلى سافر قالت طفل سراج الله يغفر. فقال لي الله يوفقك إن شاء الله وكذا، ولا تكتب شيء إلا أنك ترى أنه يرضي ربك. والله أني هذه استحضر الكلمة إذا جيت أكتب، وأرجو أني اتبعتها، لا تكتب شيء إلا يرضي ربك، يقوله يعني كلمة مختصرة. ودعا لي رحمه الله في 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 الله في محراب الله يرحمه. أبو سند هو نفس الكلام هذا، تفضل دكتور مذكراتك. طيب كتاب. وبعدين سؤال ثاني، هل زاملك الدكتور عبد الله الغذامي؟ جيد. المذكرات والله ما بعدك، أنا عندي كان لي محاضرة حياتي بين الرحيق والحريق، كانت محاضرة هذه. نعم هذه المحاضرة هذه، ونشرتها صيفة الحياة، ربما أطورها، بس أنا عندي مشروعات أخرى ليس فقط الحريق، بين وقفات في حياتي بين الرحيق والحريق، الرحيق الشيء الجميل، والحريق الشيء الحياة، أمال وألام يعني. ظنيناها رمز للمنطقة أو لا 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 لا، بين الرحيق والرحيق الشراب اللذيذ والحريق اللذيذ، معبر بس آذن اللي تو نقول أسلوب الأدبي، بدل ما تقول الله بين الأمل والألم، بين السعادة والشقاء، بين الرحيق والحريق. أما حبيب الدكتور عبد الله أبو غادة، أنا لم أزامله لأنه كان أكبر مني، نعم، لكني كنا في المعهد، والله ما أدري كم بيصب، بس كان متقدم علينا متقدم علينا، لكن كنا نلتقي بغير طبعا المعهد. نعم. مؤخرا ولا سابقا أيام بعنيزة؟ كنا نلتقي الآن، يعني صديق لي الحقيقة. نعم. ونعم الرجل يعني، ترك أنه أديب كاتب، لكن نعم الرجل الحقيقة بحبه للخير باستقامته، شيء يعني الناس قد لا يفهم كثير من ذلك، لكن هذا واقعه. طيب. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.